أهلا بكم من جديد. العلاقات المتوترة بين بكين وواشنطن أحد أهم ملفات السياسة الخارجية الأمريكية المتعلقة بالشأن الآسيوي. طابع المنافسة الذي ساد على شكل العلاقات الأمريكية الصينية سيستمر في عهد بايدن عبر خلق تحالف تكنولوجي بقيادة أمريكية يعمل على حرمان الصين من الوصول إلى تقنيات معينة لأطول فترة ممكنة. هذا التحالف من شأنه أن يضاعف الميزة النسبية التكنولوجية التي تتمتع بها الولايات المتحدة والتي تسيطر على 48%، أي ما يعادل 193 مليار دولار من حصة السوق من حيث إيرادات أشباه الموصلات في عام 2020. صراع جيوسياسي جديد تحركه الرقائق، هذه الأجزاء الصغيرة التي تكمن وراء كل تقنيات هذا العصر. نقص الرقائق عالميا بسبب ظروف الجائحة والتخزين من قبل الصين تسبب في خلق أزمة في صناعة السيارات الأمريكية، حيث تتوقع فورد خسارة ما يصل إلى 20% من إنتاجها المتوقع في الربع الأول من هذا العام، فيما مددت جنرال موتورز فترة التوقف في العديد من مصانع الإنتاج بسبب النقص وستعيد التقييم في منتصف مارس. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر الأسبوع الماضي مراجعة سلسلة التوريد العالمية للرقائق الدقيقة، فيما قام مشرعون في الكونغرس بتقديم عدد من مشاريع القوانين التي تهدف إلى تعزيز التكنولوجيا الأمريكية مثل قانون الرقائق الذي سيقدم حوافز لإعادة تصنيع الرقائق إلى الولايات المتحدة التي تمثل حوالي 12.5% فقط من تصنيع أشباه الموصلات في العالم. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الصين عن إنفاقها 378 مليار دولار على البحث والتطوير في 2020 بزيادة بلغت 10.3% عن العام 2019، ومن المقرر أن تعلن الحكومة الصينية تفاصيل التدابير والحوافز الإضافية التي سيتم تقديمها لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي والوصول إلى هدفها الذي أعلنت عنه سابقا، وهو إنتاج 70% من الرقائق التي تستخدمها محليا بحلول عام 2025. وفي عام 2020 استوردت الصين رقائق بقيمة 350 مليار دولار بزيادة وصلت إلى 14.6% من عام 2019. ينضم إلينا من عمان محمد الخواجة رئيس التنفيذي لستارت أبس. أهلا بك محمد. يعني يبدو أن بايدن أخذ صفحة من كتاب ترامب وسيركز عليها، وهي الهيمنة التكنولوجية. يعني هل يمكن أن نرى مصطلح جديد قريبا وهو الحرب التكنولوجية، أم أنها تندرج ضمن الحرب التجارية القائمة الآن؟ أهلا وسهلا بك وبالحضور الكرام. بالواقع الحرب قائمة منذ أيام ترامب، ليست حربا جديدة، ولكن الأسلوب يختلف بتقديري وتقدير الخبراء في هذا المجال، لأن مدرسة ترامب كانت قائمة أكثر على الحرمان بدلا من التحفيز في عهد بايدن. بايدن اتجه إلى تحفيز الصناعة الداخلية وبناء شركات جديدة في مناطق جديدة، قد تكون دول متعددة سنذكرها الآن، تشكل حليف أقوى للولايات المتحدة ولا تشكل ندا لها في الوقت الحاضر. فهي بالتالي ترتكز على التركيز على التحفيز الذاتي من داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بناء صناعة رقاقات ناجحة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وضمن شبكة تحالفها الجديدة، وهي شبكة مجزأة، ليست دولة واحدة بحد ذاتها كما نلاحظ. قد تكون الصين كتلة واحدة استندت لها الولايات المتحدة بذاتها في يوم من الأيام لصناعة الرقاقات فيها، لكن صحيح. الآن تجد نفسها الولايات المتحدة أمام حاجة لتجزئة هذه الصناعة وعدم الاعتماد على مصدر واحد وهو الصين كما كان في السابق، بل الاعتماد على عدة مصادر من الحلفاء المؤمنين بمدرسة أمريكا في العالم. نعم. طيب خليني أسألك، ما دمت ذكرت عن هذا، تحدثت عن هذا التحالف، تحالف ديمقراطيات التكنولوجيا، هي عدة دول كما قلت يقف في وجه الأنظمة الاستبدادية التقنية، ديمقراطيات تكنولوجيا واستبداد تقني، يعني حتى التكنولوجيا والبزنس صار فيه كمان سياسة أو يمكن تقييمات سياسية. يعني يكاد يكون الأمر أشبه بكسب تعاطف، هو نوع من إدراج الدعاية السياسية في سياق تكنولوجي، هذا أقرب تشبيه لما وصفتيه في كلامك، بحيث أنه أصبح من اللازم إدراج نوع من التعاطف، أننا سنستخدم التقنية بأسلوب ديمقراطي، لن يحدد خصوصيات الأفراد،
لن يساهم في تعزيز محور الشر أو أفعال ذات طابع شرير إلى غير ذلك. لذلك أيضا نوع من التعاطف في إدارة بايدن أن التركيز على أننا ديمقراطيات لن نستخدم التقنية والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس إلى غيرها من التطبيقات الخاصة بالرقاقات إلا في سياق خير وإيجابي للبشرية. هذه مدرسة بايدن التي تختلف حتما عن مدرسة ترامب بشكل أو بآخر، وتعزز التعاطف كما ذكرت من العالم أجمع. خلينا نحكي عن سوق الرقاقات أصلا، الرقائق عفوا، في المستقبل إلى أي مدى سيصبح الصراع الجيوسياسي في هذا الموضوع أكبر؟ الرقاقات كما وصفتي هي روح الآلة في المستقبل. في السابق كان التحدي الدولة التي تحصل على أكبر إمدادات من الحديد والنحاس والمواد الخام هي الدولة الصناعية الأقدر والأقوى. اليوم أصبحت هذه المواد الخام في متناول أيدي الجميع، لذلك الدول الأقدر على امتلاك روح الأجهزة الذكية وهي الرقاقات أو الرقائق الرقمية هي الأقدر على أن تكون قائدة الصناعات الرقمية في العالم في العشر سنوات القادمة. لذلك نجحت برأيي بوضع سياسات إدارة بايدن من اليوم الأول لتعزيز صناعة الرقائق في الولايات المتحدة الأمريكية وضمن شبكة تحالفاتها، لتكون هي الروح الحقيقية لأجهزة المستقبل وهي التحدي الحقيقي وليست الحديد والنحاس والمواد الخام كما اعتدنا. شكرا لك محمد الخواجة، رئيس التنفيذي لستارت أبس، كنت معنا من عمان، أهلا وسهلا فيك.